سي جيم خدشورث نتوما فينو سينا جيم سبع اشكفاء الجمعوي ذي النواحي دائرا اكنول سورخ شويه قل عمل الخيري غنخذيني إجن المبادرة إنسانية جمع دايس حوالي 300 قفة دايس المواد الغذائية ذي دوار إقارو عن قيادة أجدير دائرة أكنول إقليم انتازة شارك دايس شلن محسنين زبارة المغرب زي أوروبا فرنسا هولندا ألمانيا بلجيكا سكن ديج المبلغ مالي المعفاقات باش زي سنسغن وذان أشتمت سن دي قدوارايا المواد الأساسية يثني تخسان دي مناسبة يثن الجائحة هي كورونا وجمع ديس وخد شهر رمضان. المبادرات كثيرة، المبادرات إنسانية دي المنطقة من دائرة أكنول. آخر المبادرات وهي المبادرة قناص نور إقروا عن جنات ذي دوار إقروا عن قيادة أجدير دائرة أكنول العمل انتزع. المبادرة هي جمع ديس حوالي 300 قفة ديس المواد الغذائية إذا إحدى جمع يودان ذي الفترة جهنشان مقارنة كورونا وخذنا رمضان إن شاء الله جمعنا مهمة المبلغ مالي زينا ذي الخارج ذي أوروبا ذي دول ذي فرنسا ذي هولندا بلجيكا ألمانيا سكرت المبلغ مني دائما المغرب سغن زيس المواد قتل غذائية ووزعنا منايا السكان والمعاونة يثنين تنيس ميميذهم خاص اسم الدوار الإقارو عني خطوض غاد ورنغني واهو خلي دوار رنغني جان ودفني دوار إقارو عن دلوض كاشن ربعات زيسن ديني إيز الشريفة ميار وحدود برار يلا كل شيء استفد ذي المبادرة ذي شاركنا 220 مساهم من المحسنين ذي أوروبا. سينجيم سبع تواريخ تسمية من المعاونة يثنين تنينتنا نغاش مرتص المبادرات النغنين زي كانت في مسمونين غان خدينين ذي أكنول متوارد عادي سمان إوذان ذي كان السمون يويا إذا كان زي المبادرات النغنين أدخل مني ثمث سن إوغاي جيشة وتيرين بزاف المبادرات سيامية زي النوع وقتيني تقنت جمعيات المجتمع المدني وخمانيني تيري دروز ولكن تقن عاد لحد الآن عاد قديني شان شل مساعدة ثانية سواء دي أكنول نغذي بواغ نغذي تيدي وسلي ينكور شي مهمة تعاون اش تمثل إنما تاقت خفصي ورغ دي دواري قرروا عن دي نواحي أجدير تاقت قد كلف زيت شان المحسنين دي أوروبا وديس بوش بول جمعية أصحاب نيق إثمات نقذيني سمية مية دي داين أكنول واش قفن خمين دسنت قاد دولار زميني جان زي الإجراءات ثينا واش تيقنشان نظافة واش تيقنشان تشمامين لابد هو تيقن الإجراءات تيقن التعقيم بعد المزوارو في الوسائل النقل الذي كسينا مثلا المساعدة مني وذن تيقن تطبق نسبة تنقر تطبق من أيان الإجراءات الاحترازية غنيني من شوية انتشار الفيروس زيجيت نشمامين باش ما مين ودين شي بزاف هو المشكل مقران يعني عاد هو مشى غير مخني الا يعني جنينه في الزغاف وها ديبان الزغاف ولا تصنع مثلا ميار ولكن دقينات دي فاميسيانا مدينه عاد وادي مشى ما نتمنى دي سما غوما سيناجيم دير وقت ثاني والشنق قندخ قوية وان شهر رمضان من غاتينيد المحسنين من غاتينيد زجيت الإحسان من غاقني وذان قبط شي ثواء يثمسن جان شوية نقص ذي المدخول مثلا الجانب الإحساني قد المليح ذي أي وقت ذي أي زمان ولكن لا بد من اتباع تعليمات من اللي يريد منظم وذينا أدكشن وذان يستحقن حيث ذي
الخصائص غي غنيمي وذا محتاجين زوان يعني نتمنى يسمى تما يجن يسر خاتم الله تعالى على غادينا هذا حول ما امكن نعاون مشنا في النغميه ذاك بقينا ذي العمل الجمعوي حيت تي راه الدرهم قرام تعاون الدوله يعني باش اخفف من شويه ذي الازمه أدخفن شوية زي الأزمة غمي ميو مثل نخسينا جيم التصني وذن جا خدمن عرق سبدان خدمت نسن ولا سنتي وثشا هذا ما نيني واه نسبة الطب قرام تروخا لدن زي الخدمات و يوقع جمينة جم الأزمة صراحة وذين بو الخدمة وذين بو ناس بو المدخول إذا من أيام إخسان هذا زي كتاع غير تبع من يريد النظام المحنة وهذا يحاول ما يمكن هذا مفصل الوسائل جمع مشنا والإشمامين مي مواد من التحقيم يحاول ما يمكن هو يريد تجمعات بزاف ويتيري بو تجمعة الطاس أضي أوض من أذم أضي الطف ذي تدع الناس من يصدق إلا أنغش دروس يسمى غيتفغن حمام نيان أزيس نفك أزيس نفك ثم واحد نخمار أزماني النوالي نتمنى إن شاء الله مزيدا من الحضار والعمل يري إنسانية قطاع المبادرة إن شاء الله باقي الدواوير يجن المنطقة لنا أستاذ سينا جيم سبع شكفاء الجمعة ويغ وشكراكيش الموقع الإلكتروني سوال زيس سيسميث من خلال دائرة أكنول بارك الله فيك شكرا سي جمال بارك الله فيك